حمام المياه الكبريتية، هكذا يصفونه سكان إحدى المناطق الجبلية بولاية سقهراس الحدودية، بالنظر لما يتوفر عليه من عناصر طبيعية وعلاجية هامة. مياه دافئة شتاء وباردة صيفا. الزميل رشيد مقدم زار ماء الكبريت بولاية سقهراس وعاد لنا بهذا الروبورتاج. نحن هنا بأعالي منطقة المشروحة الجبلية في ولاية سقهراس الحدودية، مناظر طبيعية خلابة تسر الناظرين، ومنها نتجه الآن نحو مشتة الحريشة، حيث هذا الفضاء الساحر المفتوح على ماء التسع من الأرض الوعرة من سكينة وجمال. ودم الكبريت في مشتة الحريشة التابعة إقليميا لبلدية المشروحة، مياه تجري على مدار الساعة في مجرى الوادي، فيها شفاء للناس، مياه متدفقة دافئة شتاء وباردة صيفا. حمام هذا حمام طبيعي من عند الله سبحانه، هذا مليح الأمراض الجلدية. حمام هذا يجوا عائلات، يجوا من عنابة، من طارف، من سقهراس، ويجيبوا أولاد صغار، يجيبوا دروات يغطوه بدروات ويدوشوا. في الصيف يسخن خير من الشتاء، حتى في المطر يسبب يدوشوا الماء. في الشتاء يحمل عليه الواد، هاك تشوف يديه يفوت الشتاء نزلوا يغطوه. هذه تحت زخات المطر المتساقط على الجهة ينظف نبيل جسده بماء الوادي داخل هذا الحوض الطبيعي الذي يصفونه السكان بالحمام التقليدي. راهو هذا الحمام، راه حمام كما نقولوا احنا، نداوي به الذراري صغار الكبار، كيما على الحب على الحب، ما حاجه هك فهمني، الماء تاعو دواء للحب كلش، مهما حاجه راه نستعملو. يمرض لنا طفل صغير نجيبوه هنا الحصبه هذه ونسى به الدربين، تجيه العائلات، تجيه البلايص، الناس كل تجي من سقهراس، من الطارف، من عنابه، الناس كل تجي. المصابون بالأمراض الجلدية من سكان الحريشة يتنقلون بهذه الوسيلة، نظرا للمسلك الجبلي القديم يتوجهون إلى الوادي. هاك تشوف الطريق، هاك تشوف زين الكوفي باشي، هاك تشوف المريض كيما هكا، الميت كيما هكا، مهما حاجه، مهما موسم كيما كان، مهما حاجه تصير زي كان. والله يا الحمام هذايا بالنسبه يعني هذايا اثمار كبيره للدوله، هذه ماهيش غير للشعب برك، هذه هاك تشوف هذه طبيعه من عند رب العالمين، هذه والله بلاصه هاك تشوف فيها. هاك تشوف الله رحمه، في مكان مستور يغتسلون بالمياه الكبريتية العلاجية المتدفقة من باطن الأرض على الدوام، التي قلما تجدها في أماكن أخرى. أو مثال حي، ولدي البارح قال لي والله ظهري يأكل فيها، هني جبته صباحا ولا بس عليه ها وارتاح، والله خير رب العالمين. نطلب إن شاء الله من وزير السياحة، من وزير السياحة الجبلية ينظر لنا بعين الاعتبار للمنطقة هذه، راهي منطقة سياحية وراهي ثروة طبيعية وراهي منطقة نائية، نطلبوا من الدولة يتولهوا بينا شوية. ولأن الحمامات اللي تعوم فيها ملاي بلاصة، الزراري صغار، من الطارف، من العنابة، من سقهراس، ملاي بقعة، أي بقعة يعوموا فيه، نقدروا من الدولة تخدمهولنا، تخدمهولنا، لأن هذا الحمام رائع. الحمام المعدني الكبريتي قبالة هذه الطريق المهترئة المؤدية إلى مشتة الحريشة في بلدية المشروحة بولاية سقهراس
كنز طبيعي ما يزال في طي النسيان، فآن الأوان لاستغلاله كمورد في مجال السياحة العلاجية والجبلية بالنظر إلى خصوصية المكان الأخذ.